القاتلة خلاص مات المشلة أو طبعا المعقلة. الموت ما يأتي بالحال، ممكن بالحال وممكن يجي بعد يوم بعد يومين بعد سنة، لكن يجيبه. أعطيك مثال حي صار معي طبعا. في مباراة عندنا في الكويت، السلة مدري يدها أنا ما أعرف السوالف، وكانت نهائية بين القادسية، نادي القادسية ونادي ثاني ما أعرفه. هذا اللاعب تميز بهاللعبة وجمهور بالصالة والدنيا، تميز باللعبة يعني أبدع زين. بعد المباراة أخذوا كاسهم اللي هو نادي القادسية، بعدها حس في عوار في قلبه، هي جاءت العين من الجمهور حس في شيء فيه، فأخوه جاب لي شفيه، قال حس بعوار مثل مسمار في قلبي، قرن عليه يمين يوم يومين لا تزيد حالته تزيد، قمت أجي له البيت صار مثل الشايب نقرأ عليه لا، وراح المستشفى بعد طبعا ماكو شيء ما في شيء قلب سليم، بعد سنة مات الله يرحمه قاتل هذه أي لا عرفت كيف؟